ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسجدي نيوزيلندا لواحد وخمسين قتيلا، والمتهم يمثل أمام المحكمة. واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا. انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا إلى 51 قتيلا بعد وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما. وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل مواطن ثالث متأثرا بجروحه في الحادثة. كما نعت السفارة السعودية في ويلينغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي توفي في إصابته في الاعتداء الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايستشيرش. قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري أنه لا يوجد جدول زمني لانسحاب الأمريكي من سوريا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك ما بين 15 و 20 ألفا من مناصري تنظيم داعش في سوريا والعراق ومعظمهم خلايا نائمة. أصدر الحزب الحاكم بالجزائر بياناً أكد فيه تمسكه بخارطة الطريق التي أقرها رئيس بوتفليقة، وفي مقدمتها تنظيم ندوة وطنية لتعديل الدستور. وجاء البيان بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الحزب حسين خلدون اعتبر فيها أنه لا جدوى من تنظيم الندوة الوطنية، ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات رئاسية عاجلة تتم الدعوة لها في غضون أسبوع واحد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة. أهلا بكم من جديد. قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة، إذ صوت نواب مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين. وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آلية عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكسيت، فيما قال وزير التجارة البريطاني إن الخروج من دون اتفاق وارد. لقيت طفلة عراقية مصرعها من جراء انهيار منزل في محافظة واسط، بينما أعلنت حالة الطوارئ في المحافظة نتيجة الأمطار والرياح الشديدة. وحذرت خلية الأزمات من تأثر محافظات ديالا وواسط وكركوك وبغداد ومناطق جنوبي العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها سيول. في الختام تذكير بأهم العناوين. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسجدي نيوزيلندا ل 51 قتيلا، والمتهم يمثل أمام المحكمة. واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا. انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. المزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.